نتائج مخيبة للأمال للزمالك والأهلي أفريقيا، بس لسه المشوار طويل. نقطة كده ونبدأ من جديد. الزمالك تعادل امبارح مع المريخ، والأهلي خسر النهاردة من الهلال. أداء أقل من المتوقع من كبيري أفريقيا. أيوة كبيري القارة، يعني لما ينزلوا يلعبوا أي مباراة داخليا أو خارجيا يبقوا وحوش والكل يخاف منهم. عموما لسه المشوار طويل، شوية تصحيح للأخطاء ونرجع تاني نشوف الأهلي والزمالك في نهائي قرن جديد. قولوا يا رب.